أهلا بكم مشاهدين إلى أبرز الأخبار في دقيقة. السعودية ومصر والإمارات والبحرين يعلنون إضافة كيانين وأحد عشر فردا إلى قوائم الإرهاب. مدينة هيت العراقية محصنة بأسلاك شائكة من داعش. والرئيس الروسي يعلن الاتفاق مع أردوغان وروحاني على عقد مؤتمر وطني سوري في سوتشي. وزير الخارجية السعودي عادل إجبار لا حل للأزمة السورية دون توافق سوري. وفي أخبارنا المنوعة، مهرجان القاهرة السينمائي يستعيد بريقه في افتتاح الدورة 39. اتهام أبل بتوظيف طلاب تحت السن القانوني لإنتاج آيفون إكس. أثقل رجل في العالم بوزن 500 كيلوغرام يبدأ رحلة علاج لخفض وزنه.